ومعنا بروفيسور حسام توفيق، استاذ جراحه الاوعيه الدمويه، كليه طب جامعه الزقازيق. اهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور. اهلا بحضرتك استقل. ايه راي حضرتك في مؤتمر اي ماك السنه دي؟ والله مور ذان اكسلنت. انا لسه واصل من حوالي ساعتين، والاكوموديشن تم في 5 دقائق ولا 10 دقائق، وحضرت السيشن الاولانيه اللي كان فيها الدكتور علي صبور والدكتور احمد كويش والدكتور رشاد بشاره. الموضوعات شيقه و يعني في الوقت اللي فيه بتناقش قضايا الجراحين الصغيرين او المبتدئين، بتناقش القضايا المعقده والصعبه والمحتاجه سكيلد سيرجن او جراح ماهر يعني. اوكي، ايه راي حضرتك في التعاون الدولي والخبرات الدوليه اللي موجوده في المؤتمر السنه دي؟ من وجهه نظر حضرتك شايف ده هيفيد المؤتمر ازاي؟ هو طبعا وجود الانترناشونال جيستس دول بيدوا للمؤتمر اسراء، بيدوا للمؤتمر ثقل ووزن ودوليه اكتر من انه يكون حاجه محليه. طبعا ممتاز، من سواء من الدول العربيه او من الدول الاجنبيه اكتر من ممتاز. انا حضرت الاثنين منهم دلوقتي في السيشن اللي هي من 1:30 لاثنين، وكانت برضو شيقه وموضوعات فيها تنوع. اوكي، ايه الجديد اللي حضرتك هتقدمه السنه دي في مؤتمر اي ماك؟ والله انا شخصيا ماليش مشاركه، ولكن انا كتشير بيرسون يعني معادي يوم السبت ان شاء الله من 2 لـ 3، فربنا يسهل اذا كان في فرصه للديسكشن او مناقشه الناس اللي هتقدم الابحاث بتاعتها قدامنا يبقى كويس. طبعا تبقى فرصه كويسه. تمام، اوكي، فرصه سعيده جدا. احنا متشكرين جدا. شكرا جزيلا.